الطفولة ما كانت سهلة بصراحة أبداً يعني. الأشياء اللي بتذكرها يعني صعبة لأي حدا بتمر فيها، مش لإلي. الناس بتستغرب أوقات إنه عمرك 21 سنة ليه بتغني حزين ومتدمر، بس أنتوا ما إجيتوا شفتوا ال 21 سنة هدول شو صار فيهم. طفولتي كانت مجروحة نوعاً ما. كان أصعب إشي لما كنت أروح أتحمم عند قرايبي وهيك، عشان ما عندنا حدا في البيت، إحنا أبونا اللي ربانا لحاله يعني. فكنت أحس حالي إنه عبء على الناس هاي. ومتذكر يعني ممكن والدي لسه فكرني صغير أو مش، بس كنت متذكر إنه اليوم راح تتحمم عند عمتك فلانة، اليوم راح تتغدى هون. فكنت مشتت، ليه ما بتغدى في بيتي، ليه ما بتحمم في بيتي. والوالدة تركتكم في أي عمر؟ عمري أنا 5 شهور كان. 5 شهور. 5 شهور، 4 سنين، 8 سنين. اللي يمكن شعره ولا حسه في الموقف أكثر 8 ولا 4؟ يمكن 4 مش كثير بعد، صح؟ 8 يعني يمكن حس بالتغيير الجذري هذا. بس إذا بدك تعرف لقدام مين حس في الموضوع أكثر، 1 ولا 5 شهور. أها. وكيف تعرف إن أنت كان أصعب عليك عن 4 و8؟ لأنه ممكن 8 لسه عم بتذكر شغلات، ممكن 4 بيعرف شخصية الحدا اللي راح. أنا ما بعرف إشي يعني. أنا صحيت لقيت فيش حدا. سام، شو صار لك أنت من 5 شهور إلى 18؟ شو صار لي بعد السؤال قصدك؟ أو بعد يعني ما التقينا؟ شو يستوي في الطفل؟ اندمت بصراحة، لأنه الأصعب من إنه تعرف إنه هذا الحدا تركك، تروح وتسأل وتتأكد إنه السبب صحيح. هذا كان أصعب يعني. لسه كان عندي شكوك إنه لا، ممكن عندها ظروف، عندها أشياءها الخاصة. هيك كنت مصبر حالي ل 18 سنة. على 18 لما سألت اكتشفت إنه بطل في ظروف، ما بقدر أعطيها عذر. فكان أصعب. شو اللي تغير؟ كل شيء. مثل؟ وليش تغير؟ طريقة تفكيري، طريقة شعوري حتى. أبرد بكثير صرت، أبرد بكثير. يعني الصدمات اللي عايشها، اللي عمره 21 سنة واللي بعض الناس بتحكي لك بعدك صغير شو عايش؟ لا صاحبي، أنا عايش أشياء أنت ما بتقدر تتحملها للمشاهد يعني. ما بقدر يتحملها. إذا هو حس إنه إحنا كمان وضعنا، لا، أنا لما أحكي لك وضعي سيء معناته سيء. سيء ما بتشوفه في الأفلام. حج كان خبز يحطه على الشمس ويحط لنا عليه زعتر عشان نتغدى. لهي الوضع كنا سيئين يعني. وضع الحمد لله يعني، هذا كله اختبار من ربنا والصبر، والله أعطانا كلياتنا الحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله حملك هذا الإشي لأنه عارف إنك ما راح تقدر أكثر منه. فأنا حملني هيك، فلا تحكي لي أنت لسه صغير أو لسه عمرك 21. تعال عيشني عشان أشوف كده بدك تعيش. أنا حدا ما بتعلق بحد هلا. هذا اللي عشته هذا مستعد أخسر إيش مكان. خلص خلص، بيعرف البرود لما يجيك إنه أنت، إنه الله يعينك. يعني أنا نفسي حياتي تكون فيلم، وبس أي حدا يجي يستصغر عمري أو أفرجيها بس أحضرها. نفسي، مش عشان تشفق علي، أنا تمام، أنا منيح وهيني منيح، بس عشان تتركني في حالي أو ما تحكم علي، أو عشان ما تزيد الطينة بل ما، خلاص خليني في حالي. ما تحكي معي يا أخي، مو عاجبك أنا وشخصيتي وحياتي، لا تطلع علي أبداً.